أردت من خلال هذا الاجتماع أن أنبه الكثيرين أنه لا مجال للمس بقوت التونسيين. وأتوجه بالشكر إلى الخالصين المخلصين في ديوان الحبوب. لا مجال للتفريط في أي حبة من قمح أو من شعير، ولا مجال أيضا لما حصل في الأعوام الماضية من قمح مسرطن. تعلمون التجاوزات التي حصلت في كثير من المناسبات حول توريد القمح من الخارج وكان قمحا مسرطنا. وبالمناسبة، والأمر هنا لا يتعلق بالحبوب من القمح والشعير، لا مجال أيضا لأي حوار مسرطن، لا مجال لقمح مسرطن، ولا مجال لأي حوار به خلايا مسرطنة. وأريد أن أقول للرأي العام التونسي اليوم، تعرفون الشعار خبز ماء وفلان، لا من وقت الوزير الأول الأسبق في السبعينات، خبز ماء ولا مجال للرجوع إلى الوراء. حتى أكون واضحا، خبز ماء ولا رجوع إلى الوراء. وأنبه وأحذر من أن أي شخص أو أي جهة يمكن أن تعبث أو تفكر مجرد التفكير في العبث بقوت التونسيين فسيتم تطبيق القانون عليهم تطبيقا كاملا، لأنه هنا بمثابة الخيانة العظمى للوطن. ومن يعمدون إلى حرق الحقول أو حرق الغابات فسيجابهون أيضا بنار القانون. نحن لا نريد أن نظلم أحدا ولا أن نمس بأي جهة، ولكن نحن نحمل الأمانة، نحملها أمام الله وأمام الشعب. ومرة أخرى أريد أن يكون الجميع في مستوى هذه المرحلة التاريخية التي تعيشها تونس. هناك من يعبث بالحبوب ومشتقاته، وهناك من يعبث بالخبز اليومي أو يفكر في المس بالخبز اليومي للمواطنين. فليعلم أن المس بقوت التونسيين هو بمثابة الخيانة العظمى للتونسيين وللوطن. ومرة أخرى أرفع الشعار الذي كنت أستمع إليه وأرفعه، وأنه خبز ماء ولا عودة أبدا إلى الوراء. سنذهب قدما في صناعة تاريخ جديد لتونس. لدينا كل الإمكانيات وكل القدرات، وهناك أحرار وشرفاء في ديوان الحبوب وفي عديد الإدارات الأخرى سيعملون ليلا نهارا لنكون في موعد مع التاريخ، لا في موعد مع الفاسدين المفسدين الذين عاثوا في الأرض
وفي البحر فسادا. أليس هؤلاء بالمجرمين؟ أليس هؤلاء بالذين يعبثون بقوت التونسيين؟ لا مجال للعبث بقوت التونسيين ولا بحريتهم ولا بكرامتهم. ونحن على العهد لنحقق آماله وسنعمل على تحقيق آماله، ولن نترك أبدا هؤلاء يعبثون أو يمسون أو يفكرون حتى مجرد التفكير في ضرب قوت التونسيين. لم يتم اعتقال أحد من أجل رأيه، لم يتم المساس بالحقوق والحريات إطلاقا، ولكن ليس هناك حوار إلا مع الصادقين الثابتين الذين استبطنوا مطالب الشعب التونسي والقضايا التي تفتعل وضرب الإدارات من الداخل. لا حوار مع هؤلاء. أود أن أشكركم وأشكر أعضاء كل الأعوان والموظفين والإطارات بديوان الحبوب وكل المتدخلين، لأنني أعرف كثيرا منهم، أعرفهم يعملون ليلا نهارا حتى لا يتسرب سرطان من الأمراض عافانا الله وإياكم، أو سرطان آخر صنعوه خلال السنوات الماضية وبدأ يعربد في كل أجزاء الإدارة التونسية. حظيت بلقاء سيادة الرئيس اليوم الخميس 5 أوت 2021، وكان موضوع اللقاء هو التعرف على منظومة الحبوب، وطلع سيادته على مستوى تزويد السوق من الحبوب، من القمح اللين ومن القمح الصلب ومن الشعير، ومستوى الاستهلاك والمخزونات المتوفرة بالبلاد. وطمن سيادته اللي التزويد يتم بصفة عادية في مختلف ولايات الجمهورية، وأيضا في مختلف المطاحن اللي هم في عدد 24، والفرينة الحق متوفرة بالكميات المطلوبة وحسب الحصص اللي متعامل بها واللي متفق بها مع الغرفة وباتفاق أيضا مع وزارة التجارة. بالنسبة أيضا لمادة السميد والمقارون أيضا متوفرة، والمخزون إن شاء الله وصلنا إلى شهر جانفي 2022. كما أكد سيادته على المحافظة على تسويد السوق بصفة منتظمة، وخاصة المحافظة على الحبوب المحلية اللي بالمناسبة هذه إلى حد اليوم تم تجميع 8,100,000 قنطار، اللي هي تعتبر صابة مهمة مقارنة بالسنة الفارطة ومقارنة بالظروف المناخية اللي مرت بها البلاد. وإن شاء الله نواصلوا في نفس المسيرة في ديوان الحبوب وفي وزارة الفلاحة أيضا، والتنسيق مع الأخوان في وزارة التجارة في تأمين السوق من هذه المدى الحساسة.